بعد تجديد تعاقده مع باريس سان جيرمان لمدة 3 مواسم في صدمة للعالم كله، امبابي يخرج بتصريحات عظيمة جدا جدا عن أشرف حكيمي. امبابي قال إن من ضمن أسباب تجديده تعاقده مع فريق باريس سان جيرمان هو تواجد صديقه أشرف حكيمي، اللي نهال امبابي بالإشادة على المغربي حكيمي بشكل عظيم جدا جدا جدا. وكذلك ذكرت تقارير فرنسية موثقة بأن امبابي يطالب ناصر الخليفي بطرد ليونيل ميسي فورا من الفريق لضمان بقاء أشرف حكيمي. وأكد امبابي في تصريحاته أمس بأن ميسي لديه مؤامرة عظيمة يريد تدمير أشرف حكيمي بها، اطرد العنصر الخبيث ميسي. اسمعوها من امبابي يا خليفي.